متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان إن شاء الله على الأبواب، عايزين بقى كده نبتدي رمضان وإحنا إيه صحتنا كويسة، ونكون مظبطين وزننا ونلحق نفسنا كده بسرعة قبل ما يبتدي رمضان. تمام، قبل ما نشوف الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير عشان نفيد ناس تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان هيجي ان شاء الله، واحنا عايزين ندخل رمضان نكون مظبطين نفسنا شوية علشان نحاول يعني ايه، يعني اكيد طبعا بيحصل مخالفات في الاكل في رمضان، ممكن يحصل شوية زيادة في الوزن، فاحنا برضو من قبل رمضان كده عايزين نعمل شوية احتياطات علشان نخش رمضان بوزن كويس شوية. صحيح هي الفترة قليلة، بس احنا لو حاولنا نظبط نفسنا هنقدر. طب احنا هنعمل ايه في الفترة الصغيرة دي؟ انا هنظم اكلي. اول حاجة هعملها ان انا هعمل اكلي في 12 ساعة، و 12 ساعة مفيش اكل خالص، اللي هو زي صيام متقطع. اللي يقدر يعمل صيام متقطع 16 ساعة او 14 ساعة ده يبقى كويس خير وبركة، اللي ما يقدرش يبقى احنا حدودنا 12 ساعة مفيش فيهم اكل. وننظم الوجبات بتاعتنا، ما نجوعش نفسنا قوي علشان ما ناكلش زيادة. يبقى في عندنا في اليوم 3 وجبات، ممكن في سناكس في النص. السناكس دي تبقى حاجات خفيفة، تبقى مكسرات، قبضة يد، تبقى زبادي، تبقى مثلا ثمرة فاكهة، حاجات زي كده. دي بتبقى بسيطة استعراض بتاعتها، وفي نفس الوقت برضو هي ايه بتشبعني وما بتخلينيش اجوع كتير عشان الوجبة اللي بعدها ما اخدش اكل كتير. دي اول حاجة ممكن نعملها. تاني حاجة ان احنا نشرب مية كتير، يعني نشرب ما يعادل 2 ل3 لتر مية في اليوم، علشان المية بتشبعنا وبتساعد في الحرق، وبتساعد طبعا في نزول الاملاح والسموم من الجسم. انا ممكن ابقى جعانة ولو شربت كوباية مية خلاص انا شبعت، لكن لو ما شربتش ممكن ادور على الاكل. تمام، يبقى برضو المية دي بتفيدني. تالت حاجة ان انا هقلل النشويات. تمام، النشويات كمان اللي هي المكررة، اللي هي السكر الابيض ودي حاجات المخبوزات بقى المعمولة بالدقيق الابيض والسكر والبيتزات بقى والمخبوزات والكلام ده، احاول طبعا ان انا اقللها خالص. طب اكل نشويات معقدة زي ايه؟ زي عندي البليلة، الفريك، الشوفان، يعني ممكن البطاطس والبطاطا، الحاجات دي كلها نشويات معقدة بيبقى فيها الياف، ما بتعليش السكر بسرعة في الدم، في نفس الوقت بتدي شبع، بتحسسك بالشبع. يعني انا لو كلت مثلا باكو بسكوت ده فيه سعرات كتير، وفي نفس الوقت انا مش هشبع. لو كلت نفس الكمية، يعني مثلا باكو البسكوت ده 40 جرام مثلا، لو انا خدت ال 40 جرام دول من الشوفان او البليلة او الحاجات دي، انا هشبع اكتر وهاخد سعرات اقل. تمام، يبقى دي برضو حاجة ممكن ايه تساعدني في ان انا اظبط وزني في الفترة الصغيرة دي، ان انا اقلل النشويات واحاول اخد نشويات معقدة واشرب مية كويس واعمل وجباتي في 12 ساعة او اعمل صيام متقطع. الحاجة اللي بعد كده البروتين، لازم اخد كمية بروتين كافية اولا، لان البروتين ده يعني هو نفسه بيشبع، بيخليني قاعدة فترة شبعانة. كمان هو بيستهلك طاقة، الهضم بتاعه والجسم بيتعامل معاه بيستهلك طاقة برضو علشان احافظ على عضلاتي، لان انا لو قللت السعرات بتاعتي وانا ما باخدش بروتين كافي العضلات بتاعتي هتتأثر جامد. تمام، طيب الخطوة اللي بعد كده ان انا لازم اخد الخضروات والفواكه. طبعا الفواكه اللي سعراتها قليلة، الخضروات دي برضو مهمة، فيها الياف والالياف برضو بتشبعني، وفيها فيتامينات ومعادن بجانب الالياف، فيتامينات ومعادن كتير، يعني فيتامين سي مهم جدا، الحديد والكالسيوم وفيتامين ب، كل العناصر المهمة اللي الجسم بيبقى محتاج لها. فانا مهم قوي اخد عندي الخضروات، اكتر من الخضروات طبعا، الخضار الغير نشوي الورقيات والحاجات دي، لكن بالنسبة مثلا بطاطس، قلقاس، بسلة، الحاجات دي اقلل منها. بالنسبة للفاكهة طبعا يهمني بقى اخد ايه 3 ثمرات في اليوم. يهمني برضو انها ما تكونش الفاكهة اللي فيها سكر كتير، يعني مثلا البرتقال، الكيوي، الفراولة، التفاح، الكمثرى، الحاجات اللي هي سكرها قليل.
حاجه بقى مهمه قوي يا جماعه، ان انا يعني احاول ابعد عن الاكل التكاوي، لان هو السعرات الفارغه زي ما احنا بنقول عليه، سعرات كتير جدا جدا مفيش فوائد، لا ده في اضرار كمان، تمام؟ لانه بيبقى معمول بالزيوت النباتيه المهدرجه اللي هي الدهون المتحوله دي، ودي طبعا خطيره جدا على الصحه بما انها سعرها ارخص، فبالتالي معظم الحاجات الجاهزه والاكل الجاهز بيتعمل بيها، فانا يهمني ما اخدش الحاجات دي علشان سعراتها عاليه ومضره بالصحه. يعني لو ما نقدرش نمنعها يبقى مره ولا حاجه في الشهر ولا في المرتين في الشهر، دي هتساعدني كتير برضو في تقليل الوزن. مهم جدا اعرف ان انا يعني مش كمية السعرات بس هي اللي بتأثر على الوزن، لا ده نوعية السعرات. يعني انا لو هاخد 1000 سعر كلهم نشويات ومخبوزات وحاجات، غير ما هاخد 1000 سعر متقسمين صح، بروتينات ونشويات ودهون صحية، بتفرق كتير في الوزن. يعني 1000 دول ممكن اخدهم واتخن، وال1000 التانيين ممكن اخدهم واخس، تمام؟ برضو مهم الدهون الصحية، الدهون الصحية دي زي اللي هي موجودة بقى في زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الأوميجا 3 والكلام ده، دي مفيدة للصحة واحنا محتاجين لها، بس برضو يعني الاعتدال حلو ما نزودش. نحسب سعراتنا ونحاول ان احنا يعني ناخد الاكل الصحي بس، واحنا ان شاء الله في الفترة اللي جاية دي اكيد احنا والوزن هيقل شوية، وممكن ندخل رمضان بوزن اقل علشان يعني استعدادا لبقى العزومات والحاجات اللي بتحصل في رمضان دي. ما ننساش برضو يا جماعة الرياضة، الرياضة مهمة جدا جدا جدا، وهتساعدنا كتير قوي في تظبيط الوزن، ولو نمشي نص ساعة ساعة 4 5 مرات في الاسبوع، ده اقل حاجة ممكن نعملها طبعا. طب اللي هيروح الجيم دي حاجة كويسة جدا، اللي هيعمل رياضة في البيت عندنا دلوقتي ممكن نفتح اليوتيوب ونشوف التمرينات ونعملها في البيت، يعني كل شيء متاح، بس المهم ان احنا ننفذ. الرياضة هتساعد في نزول الوزن، الرياضة هتساعد في بناء العضلات علشان العضلات دي هي القوة الحارقة في الجسم، الرياضة بتظبط المزاج وبتخلي المود بتاعنا حلو كده، بتقلل التوتر، فاحنا هنستفيد كتير جدا جدا من الرياضة، مش بس في الوزن، لا ده في كل حاجة في الجسم، وبتحسن الدورة الدموية، بتقي من أمراض القلب وكل الحاجات دي. احنا اتكلمنا طبعا كتير قوي عن الرياضة قبل كده، ان شاء الله هنعمل نظام غذائي لرمضان، هنتكلم فيه بقى عن الحاجات اللي ناكلها وايه الحاجات اللي ما ناكلهاش، ونعمل ايه علشان ما نزودش وزننا قوي، وايه النصايح يعني بتاعت رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وخير يا رب، وربنا ان شاء الله يعود الايام علينا جميعا بالخير. لو ليكوا اي سؤال حطوه في التعليقات وانا هجاوب عليه. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك وشير عشان نفيد ناس تانيين. وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.